طيب هنروح لمحافظة بورسعيد اللي شهدت خطوة تحفيزية لدعم قادرون باختلاف من خلال تسليم 100 عقد عمل لذوي الهمم و100 شهادة لمتدربين ومتدربات بمراكز مديرية القوى العاملة في بورسعيد، غير طبعا تسليم 3306 وثيقة تأمينية ضد الحوادث للعمالة غير المنتظمة. نتعرف على تفاصيل أكتر معانا على تليفون أستاذ سيد أسنجابي وكيل وزارة القوى العاملة في بورسعيد. صباح الخير عليك يا فندم. صباح الخير يا فندم، انا بيصل البيت صباح الفل على مصر كلها. يا اهلا بيك، دايما بورسعيد بتكون البدايه في حاجات كتير، لو حضرتك تكلمنا بس في البدايه عن تفاصيل عقود العمل اللي تم تسليمها بالفعل لقادرون باختلاف المحافظه. في البدايه بحيي حضرتك وحيي الساده المشاهدين. امبارح كان في فعاليات تسليم 100 عقد عمل للقادرون باختلاف طبقا لمبادره فخامه الرئيس عبد الفتاح السيسي للقادرون باختلاف. دي مش اول مره نسلم عقود عمل للقادرين باختلاف، حصل كذا فعاليه قبل كده حضرها معالي الوزير ومعالي محافظ بورسعيد، وسلمنا عقود عمل ما يقارب من 1300 عمل خلال الفتره الماضيه، كان اخرها امبارح. وزعنا 100 عمل، كان قبليها على طول بنعقد لقاءات ما بين اصحاب الاعمال وما بين القادرون باختلاف لتوزيع اخواتنا وابنائنا من القادرون باختلاف على تلك الوظائف طبقا لاحتياجاتهم وقدراتهم المهنيه والفنيه. بعد كده بيمضوا العقد ويتم التسليم في الاحتفاليه اللي بتقام بحضور من معالي الوزير ومعالي المحافظ طبقا لتوجيهات معالي الوزير محمد محمود شعفان. الفعاليه الثانيه في نفس التوقيت كان اتمام التدريب المهني، والتدريب المهني بينال من معالي الوزير اهميه كبرى خاصه في سيارات التدريب المتنقله التي تجوب الاماكن اكثر احتياجا بتدريب الشباب والشابات على المهن التي يحتاجها سوق العمل والمتوفره لدينا. سيارات التدريب دي بتضم 3 ورش اعمال كهربائيه واعمال صحيه وتطفيل وهياكه ملابس. احنا على طول مش شغالين فيها باستمرار. يمكن حضرتك دلوقتي بتعرض الاتيليه او المعرض اللي تم من منتجات المتدربين والمتدربات من مركز التدريب المهني الثابت وسياره التدريب المتنقله في محافظه بورسعيد. في نهايه الدوره التدريبيه بندي اسبوع للمتدربين يعبروا عن امكانياتهم اللي اتعلموها ومهاراتهم ويعرضوا كل منتجاتهم، اللي صراحه حاجه جميله جدا جدا وحاجه كلنا فخورين بيها. ان احنا بنحاول بقدر المستطاع نديله كورس تدريبي سواء في الاتجاه الفني او اتجاه رياده الاعمال لنصنع من المتدربين والمتدربات رجال اعمال جدد بمشروعات صغيره ومتناهيه الصغر يغزو السوق المحلي منتجاتهم. عندنا 5000 ساعه تدريبيه خلال الفتره البسيطه، ومعالي الوزير متابعنا في كل خطوه، وبأشكر معالي المحافظ في تذليل كافه الصعوبات وتوفير كافه الامكانيات لمديريه القوى العامله في بورسعيد لتوفير لابنائنا المتدربين محلات مختلفه لفتح مشروعاتهم على ارض الواقع في محافظه بورسعيد. احنا المره اللي فاتت سلمنا 5 ماكينات لاوائل الخريجين من مركز التدريب المهني وسياره التدريب المتنقله، امبارح سلمنا 4 ماكينات برضو لاوائل الخريجين اللي اثبتوا جدارتهم وفعاليتهم بهذه المنتجات الجميله اللي طالعانا على الشاشه. كانت الفعاليه الثالثه اللي هو العماله الغير منتظمه برضو طبقا لبرنامج فخامه الرئيس عبد الفتاح السيسي حياة كريمة لكافة طوائف الشعب من أبنائنا العاملين. إحنا مش أول مرة نوزع وثائق تأمين، السنة اللي فاتت وزعنا وثائق تأمين العمالة الغير منتظمة والصيادي مصر، والنهاردة وزعنا 3306 وثيقة تأمين ضد الحوادث للعمالة غير منتظمة في محافظة بورسعيد. برضو مش هننسى الدور بتاع القوى العاملة، إن إحنا برضو ختمنا مبادرة السلامة والصحة المهنية إمبارح خلينا نحميها في علاء الدور التوعوي لوزاره القوى العامله اللي معالي الوزير برضه مركز عليه جدا، ان احنا نثقف كافه طوائف العاملين في كافه المنشات لحمايتهم ورعايتهم وتامين بيئه العمل ليهم وتوفير بيئه عمل امنه لحمايه الاقتصاد الوطني والثروه البشريه الموجوده فيه. بكل تاكيد يا فندم. طيب استاذ السيد، يعني حضرتك اتكلمت على عده نقاط مهمه الحقيقه، ان كان 100 عقد عمل لذوي الهمم او 100 شهاده للمتدربين ومتدربات، وايضا تسليم وثائق تامين ضد الحوادث للعماله غير المنتظمه. عايز اعرف من حضرتك يا فندم المعايير اللي على اساسها اخترته
يعني ان كان اللي التحقوا او اللي حصلوا على عقود عمل او اللي التحقوا بالتدريب، وعايز اعرف اللي عايز يتقدم عشان ان كان يلتحق بوظيفه او انه يحصل على تدريب او حتى جزء من العماله غير منتظمه، ايه المفروض يحصل؟ في البدايه هقول لحضرتك بالنسبه للقادرون باختلاف، ما انا بتكلم تحديدا على القادرون باختلاف يا فندم. القادرون باختلاف بيكون مسبق معاه شهاده تاهيل اجتماعي، بتحدد النسبه بتاعته كام في الميه، هو يقدر يتحمل شغل ايه بناء على التقرير الطبي اللي بيتلقاه من المراكز الطبيه المتخصصه في ذلك، والكارنيه الخدمات المتكامله اللي بيحصل عليه من وزاره التضامن الاجتماعي بيجي لي انا بوفر له فرصه عمل من خلال القوى العامله بعقد ملتقى ما بينه وما بين صاحب العمل، هو يقول امكانياته ايه وصاحب العمل اللي امكانياته تتوافق مع الوظيفة المتاحة عنده، بيتم التوافق بين الطرفين وإمضاء العقد عندنا في مديرية القوى العاملة بورسعيد. دي بالنسبة للقادرين باختلاف. أما موضوع التدريب المهني، دي بقى منظومة كبيرة جدا عندي، إدارة تنظيم التدريب المهني بتقوم بمقابلة كافة المتقدمين اللي عاوزين يحولوا أو ياخدوا كورس تدريبي، وخاصة كلهم عندنا من المؤهلات العليا والمؤهلات المتوسطة، بيشوف امكانياتهم ايه، نعمل لهم التوجيه المهني المناسب طبقا لرغباتهم وقدراتهم وميولهم، وبنوجههم على المهنه التي تتوافق معاهم في سوق العمل وامكانياتهم هم شخصيا. اما العماله الغير منتظمه فدي ناس شغاله بالفعل في سوق العمل بنظام اليوميه او عمل متقطع في شركات او في مقاولات او في عمال الصيد، عمل غير دائم. احنا من خلال اجهزه التفتيش بتاعتنا بنمر على تلك المنشات اللي بيشتغلوا فيها العمال، وبيتم حصر كافه العاملين فيها وكافه بياناتهم، وبنرفعها للوزاره لاتخاذ الاجراءات المناسبه ليهم باعطائهم وثيقه التامين ضد الحوادث على الحياه، ونعطيهم كمان كافه اوجه الرعايه والحمايه، وباخدوا 4 مكافآت سنويا، عيد الأضحى وعيد الفطر وعيد العمال والمولد النبوي الشريف بقيمة 500 جنيه كل منحة، زائد رعاية اجتماعية كاملة، زائد رعاية صحية كاملة لهذه الطائفة المهمة اللي بتشكل مجموع كبير جدا جدا في الاقتصاد الوطني المصري. طيب هل هيتم الاعلان قريب عن فتح باب التدريب، ادوارات تدريبيه جديده لقادرون باختلاف؟ حضرتك قلت انه دي كمان مش اول مره انه يتم منحهم وظائف، هل هيكون في برضه؟ لا، احنا بالفعل باب التقدم للتدريب عندنا في المديريه مفتوح على مدار الساعه وايام العمل كامله، وبنقابل مدير مركز التدريب المهني والجهاز المعاون له، بقابل كافه المتقدمين وبيعملوا الانترفيو بتاعهم وعبروا عن امكانياتهم وهم عاوزين ايه، وعلى هذا الاساس احنا بنصنف كل واحد على حسب ميوله وامكانياته وقدراته هو ينفع في ايه، ونديله كورس تدريبي نظري الاول قبل ما يخش في الكورس التدريبي الفني. طيب يا فندم، يعني افهم من حضرتك انه الورش التدريبيه دي هي ورش متاحه على مدار السنه، وبرضه عايز اعرف من حضرتك هل في سن محدد، هل في اي مبالغ بتدفع ولا لا؟ لا، كل التدريب بالمجاني، ما فيش اي مصاريف او اي اعباء على المتدرب نهائيا، بتكلف اي شيء، كل الوسائل التدريبيه متاحه له بالمجان من الدوله، والوظائف المتاحه له احنا كل المتدربين اللي تقدمت لينا بعد ما بيخلصوا الكورس التدريبي اللي حضرتك شفتي انتاجه على الشاشه ده، ما برضاش يشتغل في القطاع الخاص لانه بيكون عنده الميول انه يبقى صاحب عمل بعد كورس التدريب اللي باخده في رياده الاعمال. ومفيش سن محدد ولا في سن محدد؟ لا، من 18 سنه الى ما فوق، اي حد يجي لي انا بقول له اهلا وسهلا بيه طالما هو عنده القدره انه يتعلم. طبعا بنشكر حضرتك جزيل الشكر الاستاذ السيد السنجابي وكيل وزاره القوى العامله في بورسعيد، نشكرك يا فندم، شكرا جزيلا.